بعد سنوات من القطيعة السياسية بين أنقرة والقاهرة، استيقظ الشعبان على تصريحات يحرص فيها الجانبان على تقديم الاحترام الكافي للآخر والتأكيد على الروابط التاريخية المشتركة التي تجمع الشعبين المصري والتركي. تصريحات مفاجئة، لكنها تكشف عن اتصالات تحدث بالفعل بين البلدين منذ أشهر. فما هي دوافع الجانبين للتقارب السياسي فيما بينهما؟ ومن يستفيد من استعادة العلاقات؟ الاستقرار الإقليمي. إدارة جديدة في البيت الأبيض، يسعى الجميع في الشرق الأوسط للتقرب منها أو تجنب غضبها على أقل تقدير، في وقت تعيش فيه المنطقة صراعات كبيرة في جبهات عديدة. الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح من قبل بأنه لن يوقع على شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل قاصداً السيسي، ما دفع القاهرة للتحصن إقليمياً عن طريق ترميم علاقاتها بدول الجوار، فكان لتوقيع اتفاق العلا رفقة السعودية والإمارات والبحرين لتطبيع العلاقات مع قطر، ثم تهدئة دورها في ليبيا ومحاولة تحريك العلاقة مع تركيا نحو مسار أكثر هدوءاً. شرق المتوسط. صراع إقليمي غير مسبوق في شرق البحر الأبيض المتوسط، تصر تركيا على الانتصار فيه حفاظاً على حقوقها المائية، لكن تحالفاً شرساً يضم مصر واليونان والاحتلال الإسرائيلي يقف عائقاً أمام الحلم التركي بالسيطرة على البحر دون الدخول في صراعات عسكرية مكلفة. فبعد جذب الحكومة الليبية لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، باتت مصر الورقة الأخيرة التي تحتاجها تركيا لبسط نفوذها على مسطحاتها المائية دون أي عواقب محتملة. تقارب قد يكون هو الهدف الرئيسي لأنقرة من توددها الأخير للقاهرة بعد أعوام من القطيعة. سد النهضة. بينما تحلم تركيا بالغاز الطبيعي في شرق المتوسط، تحلم مصر في الحفاظ على حقوقها المائية من خطر أصبح حقيقياً في الجنوب، مع قرب بدء إثيوبيا عملية ملء خزان السد الثانية في يوليو 2021. تحاول مصر ترميم علاقاتها المتوترة بأطراف الإقليم تحسباً لأي تحرك محتمل على أي صعيد في إطار الأزمة مع إثيوبيا، بما يضمن لمصر الحفاظ على أكبر قدر من أمنها المائي. الوضع الداخلي. تعيش أنقرة أزمة اقتصادية متفاقمة منذ تفشي وباء كورونا وفرض قيود الإغلاق الصحي التي أدت لتراجع السياحة بدرجة كبيرة في البلاد، ما أدى لتهاوي العملة التركية بصورة ملحوظة وفي وقت قياسي. يأتي هذا كله قبل عامين فقط من انتخابات رئاسية لن تكون بأي حال من الأحوال أسهل على أردوغان من سابقتها. ومن الناحية الثانية، يعيش السيسي حصاراً حقوقياً دولياً بعد مطالبات رسمية من دول أوروبية عدة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد والإفراج عن المعتقلين السياسيين، حصاراً ينزع من السيسي جزءاً ولو صغيراً من شرعيته الدولية، تزامناً مع غضب شعبي هائل في الداخل نتيجة تردي الأوضاع المعيشية في البلاد. مواجهة إيران. حديث إدارة بايدن المستمر عن إعادة الاتفاق النووي بين واشنطن ودول أوروبية من جهة وبين إيران من جهة، بالإضافة لقراره المفاجئ برفع اسم جماعة الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية، زاد من المساعي السعودية لتشكيل حلف إقليمي قوي لمواجهة إيران بمشاركة القاهرة وأنقرة وتل أبيب، حلف تسعى القاهرة للمشاركة فيه بحثاً عن مساعدات مادية إضافية من الرياض وأبوظبي، وتسعى أنقرة للمشاركة فيه لعودة العلاقات التجارية بينها وبين الرياض لسابق عهدها، وكذلك للاستفادة الاقتصادية المتوقعة من إقبال الرياض الأخير على شراء الأسلحة التركية التي حققت طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. مصالح مشتركة إذن تدفع القاهرة وأنقرة للمضي قدماً في تطبيع العلاقات الدبلوماسية والسياسية فيما بينهما، أملاً في تجاوز التحديات الحالية وسعياً لقيادة مشتركة لشرق أوسط أكثر هدوءاً من ذي قبل، ما سيسمح للبلدين أخيراً بالمضي قدماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية وترميم السياسة الداخلية.